مساء الحب والأمل، هذا روح الله وروح شعبي تونس أكسير المظفر الثاني من منفاه الباريسية الموقت، يحييكم ويشد على يديكم كالعادة. نص ساعة وانا نتفرج في حصة شارك فيها واحد من لجنة الدفاع على شكري بالعيد والبرامي، نص ساعة ما شد انتباهي، شد انتباهي وربما جلب لي بعض الاحترام للشخص هذا اللي نسيت اسمه، هو اللي يتكلم في شمس فام، عضو في اللجنة هاي الدفاع على المقبورين. قال أنه الغنوشي هو رئيس الجهاز السري اللي أنا نسميها الدولة الموازية، اللي هي بالفعل الدولة الموازية. تهمة معناتها تهمة بالخيانة العظمى. تهمة بالخيانة العظمى. تهمة بالقتل. تهمة بدفع الأموال للقتلة. تهم التجسس على الجيش. برشا تهم معناتها، برشا حاجات معناتها. نلقاها في صفة رئيس الجهاز السري، زي اللي انا نسميه الجهاز الدولة السري او الموازي. غنوشي ما يشكيش، عليه ما يشكيش النهضة، علاش ما يشكيوش؟ هو اليوم باش راسيلهم يحكي، باش يشكيو بحكم التحقيق اللي وجه لها من التهم. سبعة تهم، الغنوشي ما يشكيش، ما يرتفعش روحه، ما يجلس يبامو عليه، لأنه يعرف أنه إذا وصلت حكاية المبازة والمكافحة، المبازة هي المكافحة، فالمكافحة هي المبازة، يتبازوا. ثم وثائق تدينه، وثائق قضائية تدينه. هذا السؤال معناتها الاولاني اللي يتبادر الذهن، اش بيه الغنوشي ما يشكيش؟ والسؤال الثاني، اخي انتوما مازلتوا تحكيو زعما على الانتخابات، شكون ينتصر؟ وكان عبير بوسي والغنوشي شكون تنتخب؟ حكم التحقيق اعترف بالدولة الموازية، هديني دون ما نسميها، عطاوها صفة أخرى قانونية. أما وكيل الجمهورية كان مسكر فمه، مش عامل حد شيء، متحركش. نورمالمون تو سويت تهز رب التليفون للشيباي نبعد ليه جيبوه لي الغنوشي، تو سويت جيبوه زبور أمه. اخي هو عضو مجلس النواب، ما عندوش حصاله برلمانيه، ما عنده حتى حصانه، ما عنده حتى صفه. لانه حتى حزبه غير حزب بتاعه، حزب احتلال، حزب معادي، حزب الاجنبي، ما عنده حتى صفه. الغنوشي في تونس حتى صفه المواطنه ما عندوش. في بالكم السيد هذا يملك برشا حاجات في البلاد بتاعه، هو يسير فيها بما فيه القضاء،
تو نورمالمون المجلس الاعلى للقضاء يتحرك على الحكايه هذه، مجلس امن القومي يتحرك على الحكايه هذه، يهبط بيان اقلهن. عمرك شريت مجرم متلبس بالجريمه ولقى فرصه انه يهرب قعد يهرب توليكو. الغنوشي عنده القوة متاع الشراء الذمم متاع القتل متاع الخشقجة، عنده قوة. إلى ما واجهوش الشعب شكون باش يواجه دين أمه؟ أنا القضاء هذا ما عنديش فيه ثقة بصراحة، أنا ما عنديش فيه ثقة. راهو حكاية شكري بالعيد تو عندها 6 سنين ولا قديش، ولا 5 سنين ولا عارف الدين، صافي لونتون كمان. والحكاية هذه كلها نعرفوها بتاع الدولة الموازية، الناس الكل تعرف. كان القضاء ما يعرفش، حاكم التحقيق هذايا سيت ان اكسيدون، جا واحد على الالف باهي دينم. والتهم اللي وجهها ما عجبتنيش برشا، مي كومان بوتيت هذاك الشومه بالارسنال جوريديك نتاعكم ما نعرفش. خاطر فما كومان مش تامر على امن الدوله على امن الرب كل شيء، مش تامر انقلاب على الدوله، دي دوله موازيه بيني ربكم. نورمالمون الصحافه كان جات صحافه وطنيه وتونسيه ما تحكي كان وقتاش باش يتحاكم الغنوشي، مش وقتاش بتصير انتخابات، وقتاش باش يتحل حزب النهضة، وقتاش باش يتحاكموا، وقتاش القضاء الوطني باش يتحرك، وقتاش المعمز على القضاء يتحرك. دي سي تان سكوندال انورم. مادي حنيني شبيه شبيك مكرز وانت جاي تعمل بحذاه، انا شبيه مكرز وانت شبيك هنا. صاحبتي انت يا خرا يا مهدي حناني، ولا سمدين امك شبيك مكرز مكرز على امك. شبيه انت الزبل، حبيت نوزر هكا تحت كان هل منيك هذا توبليز سورتير دو تيغور معناتها. السؤال اليوم المطروح على التوانسة مش عبير بوسي تربح ولا تخسر، انتوما تستاهلوا عبير بوسي، راهو ما يلزمكم كان عبير بوسي، يدكم شعب بوسي، لان انتم شعب انوس دونك اذاكم بوسي، انتم شعب نقبة خرا يلزمكم بوسي باش تي كاملة بالضبط، نقبة خرا مع بوسي تعرسوا مع بعضكم بالضبط تتوالموا، اما مش توا تخرا وتبوسوا. اسكو الغنوشي والنهضة واللي تحالفوا معاها الكل وما تدولها يد التحالف في الحكومة وغير الحكومة في الرب كل شيء، هل هذوما يتحاكموا ولا ما يتحاكموش؟ مش يتحاكموا ولا ما يتحاكموش، وقتاش ينبادوا، وقتاش ينمحكوا، ينسحقوا. سي سا لا كيستيون. ديما الشعوب المتخلفة اللي مش قارية اللي مش مثقفة يلعبوا لها بهيجتها، ديما تحشي لها الشعوب باسكو ليديو المسطك اي سو بوز جامي لا بون كيستيون، سي بور سا كون لابيل ايديو، ويقعد ديما متخلف. الحمار المسطك اللي بيهم استوكو تاستيكا البقري عمره ما يطرح السؤال الصحيح،
السؤال اليوم المطروح، هل أن الغنوشي نعطيه بنتي أم أن الغنوشي نعلق دير ربه على حطبة ومدلدل ومدلدل ومدلدله مدلدله معلق في حبل عملها له كرافات، حبل قرنب، هاي السؤال، ولا تل باش نقوه بتل ولا حبل، هاولي وعلى كل قيادات النهضة وكل الخونة اللي تدافع على النهضة في الصحف والصحافة والإعلام المأجور والخمج كله. بون فوز افي روماركي صوتي مخنوق هكا، جو كوف اون سالوبري يظهر لي باش نضرب برونشيت، ماشي نورمال، جو سوي فريمون تري فاتيغي. Mais pas autant que vous. شعب عنده أمل في عبير بوسي، تحب يقف ضد هجمة الدولة الموازية؟ انتم لي شعب اللي احنا الشعب الوريثين الوحيدين البرجيبة، نحن الوحيد الوريثين الحقيقيين حزب الدستور، نحن الوريثين بحبابه ونحن برجيبة. العركة تو على برجيبة، العركة على برجيبة، ولا ولا تحكي على الاحتلال يا حبين يا حبين. يا اخي في عهد بن علي بشنو شو تسميه، في عهد بن علي بالك العقود النفطية والغازية كانت عقود وطنية في عهد بن علي، بالك بن علي ما باعش وما بددش المؤسسات الوطنية كلها، بالك بن علي ما ملكش نسابه آبار تاع بترول، بالك بورقيبة في الثمانينات مخدمش بالغنوشي باش يضرب اليسار واتحاد الشغل، بالك ما تسمى بوثيقة الاستقلال فيها أن ما فيهاش أناكس سري، ملحق سري يؤبد السيطرة الفرنسوية على ثروات البلاد، على الثروات الباطنية، ويؤبد سيطرة لحبيب بورقيبة أخرى على رقابكم. أي أنت وريث بورقيبة، وريث الطيران، وأنت وريث محمد بن عبد الله، اسكو سافي دو توا اون فام اونورابل؟ أنت وريث حزب الدستور القذر، حزب الدستور القذر الفاشل في على كل فاشل حتى في الخيانة. انت معناتها الوريث نتاعو، مع انت انا ولد اينشتاين، معناتها انا ذكي اينشتاين، يحطوني في بلاصة اينشتاين خاطر انا ولده وانا وريثه. وش الورث اللي خلوه لنا بورقيبة؟ هل ورث برجو ليش؟ وهل ورث اللي خلونا هاو هاو دول اللي استقلت فرد عام معنا نحن اكل عيني مكة، هذوك اللي ما همش مسلمين وما همش عرب، لا يتكلموا لا بالعربي ولا يعرفوا محمد ولا قرانه، هذوك ما تستقلوا فرد عام وفرد نار احنا وياهم، وهما وقتها افقر منا وخارجين من حرب مدمرة بالمجد، منهم شكون خارج من حرب عالمية، البلاد تمسح، هما توا يصنعوا في لي زايفون ديرني كري، في التليفونات لي سمارت فون ديرني كري، وانتم تصنعوا حتى السبحة، حتى السبحة تشروا فيها من الصين، حتى كان نجموا تعملوا سبحة تعملوا سبحة بالكاكول، بالطبوات الجازوز تعملوا بها سبحة، طبوات مش تصنعوا تيشروا عليها. ما فماش رب انتخابات، قالوا انتخابات الوا، انتخابات الوا،
باش يزيدوا يزوروها مرة أخرى، ولا يحطوا لكم عبير بوسي، يحطوا لكم مفتول تبردوا بيه. تولوا يشبوا في عبير بوسي بدهية، شفت قبيلة فيه جماعة دابا عليها، ولا هي دهية اضطرت في المحتل للزب. يا ولدي شرقوا بفكرة الأمازيغية، فمش فكرة، حقيقة الأمازيغية اخترقت البلاد، يحبوا يركبوا على كل جلال بريك، كل تراث جلال بريك، أو رؤى جلال بريك للدولة الحديثة، the smart state of Tunisia، دولة المعجزات، دولة في عوز الحاجة تبنيها في 100 سنة تبنيها في 10 سنين. Tout est possible. Tout est possible. Il suffit de le vouloir. وخاصة إلى تم القيادة بربان سفينة عنده خبرة في درب تاريخ الشعوب والاستشراف والاستشراق والبناء. يا بقر هكا كبرها تونس، حرنا فيها، تمنيك سي في اكسبري، لانه شعب قاري مثقف ما يسكتش على حقوقه. فرنسا ما يساعدهاش، انتوما تتثقفوا، الفرنسيس ما يساعدهمش. Ils n'ont pas intérêt à réveiller les morts, parce que le mort, quand on le réveille, il va demander son dû, ses droits. خلي ربو ميت. فرنساوي يقول لك فوش جامي ريفي لي مور. هو منيك وبهيم حمار، عش فايق في ربه، مش اللي يدافع على حقوقه، واللي يدور عليك، ويحرم مرتك من شولام، من الكراهب اللي عندها، والشوفره اللي عندها، والخدم اللي عندها، ولي بارور اون ديامون اللي عندها، ولي ريفيير اون ديامون اللي عندها، ودين والديها، واللي عند بنتها، والعطاي المحسن ولدها. فو با ريفي لي مور. لي زيديو يقعد ميت خير، ويقعد ما تعطيش الضو، ما تضويلوش. فرنسا كي تضوي لكم وتوليوا بشر توروا عليها، تعرفكم مسلمين مجرمين. بيان سور اون دون با ان باتون بوكو نو فرابا فيك، خير الفرنسيس ما يعرفوش اللي كان اي دوله مسلميه قادره على احتلال الغرب والتمتع بجمال نساء ما يعملوهاش. ثور الغنوشي اعطاه ربي القوة والدولة والريح، واحتل نيويورك. الغنوشي اعز زبور في نيويورك، ما تبات كان في فرش الغنوشي. بو هذه سنة كمان، سنة. بوكو جو دي غرو مو الي فو فار فوار، بوكو جو دي غرو مو سي مون دووا نو، tu veux pas m'écouter tu dégages. Tu ne peux pas me partager, alors pourquoi tu me regardes? Tu te masturbes en me regardant? Ben oui, si tu ne peux pas me partager, pourquoi tu me regardes? Banit? Ben oui. عندك فكرة ما تخليها كان روحك، ça s'appelle de la masturbation intellectuelle. Ben oui. ومن منع العلم والمعرفة والنورانية على شعب تونس مجرم. نبوسكم كل اللي معايا واللي مش معايا، نبول عليكم فردا فردا. سلام على شعبنا، وإن لثورة حتى النصر، وإنها كذلك لثورة حتى النصر، كلف كذلك ما كلف، لكن النصر يقين، وإن وعد جلال بريك لحق مبين. Partagez, bande de ploucs.